وعشان دخلنا في الجد، فرح قررت تسيطر على كل حاجه بتحصل حواليها حتى لو كانت الحنه بتاعتي. انا وافقت على موضوع الحنه عشان قلتوا عايزين تنبسطوا، مع ان انا ماليش في الكلام ده اصلا. مظبوط يا فرح، حنه ايه وكلام فاضي ايه؟ ومش عايزه حد يجي لي قبل الفرح يقول لي الحنه بتتعمل ليله الفرح والحاجات دي. لو سمحتوا انا عايزه اكون مركزه واقضي اخر ليله ليا انا وفريد لوحدنا بهدوء. ممكن يا فرح تنجزي البيان الرسمي اللي انت بتقوليه ده؟ حاضر. دلوقتي انا جهزت قائمه بالحاجات اللي هتكون ممنوعه في الحنه. مفيش شرب، مفيش ممنوعات، مفيش تصوير على الموبايلات، مفيش رقص قليل الادب ولا اغاني قليله الادب. طب ما نقلبه زر احسن. دي ده انا مش بهزر، انت بالذات تاخدي بالك. انا بالذات ممكن ما اجيش خالص على فكره. فروحه دي ليله واحده، عايزين نتبسط ونهيص، فكيها كده. جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا تحترموا رغبتي. لو مش واخدين بالكم انا العروسه. حاضر يا حبيبتي اللي تشوفيه. طيب اظن كده يا جوجو ما نكيش اي حاجه. لا يا حبيبتي خالص، افرحوا انتوا بس وانبسطوا، وانا ساعتها هباخد فريد في اوضتي. ماشي. اما اقوم اشوف الاكل بقى. وانا كمان يا دوب اقوم اعدي فريد على شادي قبل الشفت بتاعي. متشكره يا جماعه ان انتوا احترمتوا رغبتي. انت تعرفي حاجه عن الرغبات؟ بتقولي حاجه جديده؟ لا يا حبيبتي ما استغناش عنك ابدا. يلا يلا، باي باي. باي. تفتكري اخدت بالها؟ لا طبعا، دي هبله. اوبا، ناويين على ايه انتوا الاثنين؟